السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع، تعلن عن موعد فتح باب القبول الموحد للعام 1444. أعلن قطاع التعليم بالهيئة الملكية للجبيل وينبع موعد فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول للعام 1444 لكل من الكلية الصناعية والمعهد التقني في المدينتين. الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، أو تكون المتقدمة أما لأبناء سعوديين، أن يكون لدى المتقدم إثبات هوية ساري المفعول، بطاقة الهوية الوطنية للأم السعودية هوية مقيم، أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها خلال 5 سنوات الماضية بحد أقصى عام 1439-1438 فما فوق، أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية بتقدير عام لا يقل عن جيد، وذلك على النحو التالي: علوم طبيعية كلية الجبيل الصناعية، طلاب وطالبات كلية ينبع الصناعية طلاب وطالبات، معهد الجبيل التقني طلاب، معهد ينبع التقني طلاب، الثانوية الصناعية معهد الجبيل التقني طلاب، معهد ينبع التقني طلاب، علوم شرعية إدارية تحفيظ قرآن معاهد علمية أو ما يعادلها، كلية الجبيل الصناعية طالبات، كلية ينبع الصناعية طالبات، معهد الجبيل التقني طلاب. أن يكون حاصلا على نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيل بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين بحد أقصى عام 1438-1439 وما فوق، وسيتم التحقق من نتائج اختبارات القدرات العامة والتحصيل عند ظهورها. أن يكون متفرغا للدراسة وغير ملتحق بعمل في القطاع العام أو الخاص، لم يسبق فصله من أي مؤسسة تعليمية سابقة لأسباب تأديبية، أن يكون لائقا طبيا، لم يسبق له الالتحاق بالجهة التي يرغب التقديم عليها باستثناء من انسحب وهو في السنة التحضيرية ومضى على انسحاب أكثر من فصلين دراسيين رئيسيين بما فيهم الفصل الدراسي الذي تم الانسحاب فيه، أن يستوفي أي شروط أخرى تقرها مجالس الكلية. التقديم متاح حاليا وينتهي إن شاء الله يوم الخميس بتاريخ 6/1/1444 الموافق 4/8/2022. تعلن الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول من عام الدراسي 1444 لكل من الجبيل، كلية الجبيل الصناعية، معهد الجبيل التقني، ينبع كلية ينبع الصناعية، معهد ينبع التقني. بدأ تقديم من يوم الأحد 2 محرم وانتهى إن شاء الله يوم الخميس 6 محرم الموافق 4 أغسطس 2022. هذه مجموعة من الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، أو أن تكون المتقدمة أما لأبناء سعوديين، أن يكون لدى المتقدم إثبات هوية سارية المفعول، وغيرها من الشروط التي ذكرناها. أتمنى للجميع التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.